نحن اليوم قبل الحلقة الأولى عم نحكي جالس، كلنا موترين مضغوطين، بس أنا حابة أبرم هلأ نعمل جولة على فريق العمل لنشوف شو مخبي لنا العشية. ما بطلع موضوع حبيبي، بيجيب لي نحن هلأ بطلع موضوع أنا بلا أثبت، يبعت الأوراق أخي. أوكي رامي مشغول، هلأ بنرجع لعند رامي. ما فيك ترجع لعندي أصلا. ليه؟ ما فيك ترجع لعندي اليوم. ليه؟ شوفي لا بتخبر مشغولة. أنت مشغول بس أنا بدي أعرف شوي عن كواليس الحلقة اليوم. ما في حل عندي اليوم بليز، شوي شوي عم خلص بشرفك رامي. بدي خبرنا هيك شوي. شو شو عنا اليوم؟ شو بدنا نشوف اليوم؟ سألي غيري، سألي كل واحد شغل على ريبورتاج سألي. ولو اليوم حدا طيقني افت. طيب اوكي يي هاي، انتو اكيد حتعطوني شوية تفاصيل عن حلقة اليوم. ميرنا انت عن جد بتعقدي، بليز بليز ميرنا ميرنا شوي نكزة هيك كلمة. طيب زوني انت شو بدك؟ خبرني هيك شوي اليوم شو عم تعمل هلا انت اساسا انت وسكرين؟ عم بعمل بحالي ريسيرش. ريسيرش؟ مشان الثانية ما بدك تخبرنا شو في اليوم يعني بحلقة كثير جالس؟ بحكيكي مرة مش حكشف لك هلا الساعة 11 بالليل بكشف لك. ميرسي بكون شفتها، ثانك يو، ميرسي كلك ذوق، عذبتك. مازن لوين لي حال عالم؟ سوري انا مشغولة. في فيديو حيالله. لوين لي حال عالم؟ مازن شو عم تعمل؟ سوري عم بشتغل الريبورتس بس ايه فينا نشوف شوي منهم؟ لا لا ما فينا. لا فيكي تحضريهم عشية الساعة 9:30. والله منيح اللي قلت لي ما كنت عارفة. ايه بليز لأنه هلا ما فينا نفرجي شي نهائي. شوي نكزة. سوري بدنا نخلص شغلنا بليز. طب بركي لأنه رامي هون ما فيك مش قادر تحكي؟ لا بالعكس. طب رامي روح على مكتبك أنت. جو هاي جو شو في صار لي ساعة تبرمي على العالم؟ عم ببرم عم بحاول هيك اشوف اليوم شو عنا 9:30 عليك شيء بليز ولو كلكم عم بتدشروني ليه؟ معقول شو اجريسيف طالعين؟ شوي صغيرة ما فيك تقلي هيك شوي؟ بليز لا شيلها. طب اوكي ما هاد طب في شوف شيء هيك؟ لا لا شوي صغيرة؟ نو شوي؟ نو جو نو جو كنا عم تشتغلي ضدنا. لا انا بس هيك بدنا يجعنا راسنا هلا للساعة 9:30 خلص بعد الحلقة يجعنا راسنا مش قبل الحلقة. يعني انت عارف حيجعنا راسنا بعد الحلقة؟ في وجعة راسي. في وجعة راس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يعني ما رح يطلع منك شيء هلا بهاللحظة. شكرا لكم. يعني كأنه عم تقول لي كأنه عم بتدشرني بحس. الله معك. شكرا كلك ذوق، ثانك يو. مين بعد في غسان؟ شو عم تعمل هون جوني؟ غسان شو عم تعمل؟ ما تصوري ليش كلكم هيك؟ شو هال اجريسيف انتو اليوم؟ اوكي شو اوكي شو يعني شو عم تعمل فيه؟ شوف دق في اشياء هاي بعدين تشوفيها بالليل. تشوفيها الليلة بليز شوي صغيرة. تشوفيها الليلة بليز. ايه يلا باي. يا الله يلا رجعي بعدين. طيب مثل ما شفتوا يعني انا حاولت انه شوف شي اعرف شي خبركم شي بس طلعنا كلنا بلا شي. فاحلى شي اليوم كلنا فينا نقعد عوج بس نتفرج على حكي جالس.